تتواصل الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في مدينة الرياض، والذي يعد الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن. كل يوم يتحقق جزء من أحلامنا، كل يوم ترتقي بلادنا أكثر برؤيتها الواعدة. اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، وطن طموح. ولأن الدفاع والأمن أساس المستقبلنا، أسسنا واحد من أهم المعارض في المجال على مستوى العالم، معرض الدفاع العالمي. المعرض الأول من نوعه يركز على التكامل بين كل قطاعات الدفاع والأمن، يرسخ مكانتنا الاقتصادية الرائدة، يجسد إيماننا بطاقاتنا ودفاعنا عن إنجازاتنا ومستقبلنا، ويفتح كل الآفاق للابتكار. بنستضيف أهم الخبراء وألمع العقول من كل العالم عشان نتشارك في تطوير تقنيات المستقبل، ونبني جسور جديدة للتجارة والتواصل، توحد جهودنا وتخلق فرص للجميع بلا استثناء. معرض الدفاع العالمي ركيزة جديدة في مسيرة بناء كفاءاتنا واستدامة اقتصادنا وتوطين صناعاتنا وضمان استقلاليتنا. معرض الدفاع العالمي، مستقبلنا بأيدينا.